وخلال لقاء صاحب السمو حاكم الشارقة بوفد المجلس الاستشاري دار حديث أبوي بين سموه وأعضاء المجلس، تحدث فيه عن التطور المتسارع الذي تشهده الإمارة، موضحا سموه الأسباب التي دفعت لإحلال بعض المساكن والمباني في مدن الإمارة المختلفة التي جاءت وسط المشاريع التطويرية والتي تصب في نهاية الأمر لمصلحة الوطن والمواطن. ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحوار المسؤولين إلى الإنصات لهموم المواطنين ومشاكلهم التي غالبا ما تعرض في برنامج الخط المباشر، داعيا سموه كذلك إلى اتباع آداب النصح والإرشاد واحترام المسؤولين أثناء الحديث. هذا وحث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خلال حديثه الودي، حث رب الأسرة بضرورة الاهتمام والانتباه إلى الأبناء وتوفير السكن الملائم لهم واحترام العلاقة الزوجية. وتطرق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الحديث إلى دور مراكز الأطفال والناشئة في تربية النشء وتأهيلهم حتى يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع. وأنا إذا حد بيمس أولادي أنا أستشرس، ما أقبل، أنا أشد من الأب والأم على أولادي، لا ما أقبل، لأن هذول أولادي يعني. فلذلك أنا بالأمس لما دخلت عملت هذه المداخلة أنا كنت متأثر كثير يعني، لأن أولادي وبناتي نتمنى لهم العلم، احنا جالسين نحط العلم والمعرفة ومراكز الأطفال ومراكز الناشئة مراكز الفتيات، يعني هذا ما يأتي من فراغ. لذلك أنا من الناس الذي يرى أبناء كلهم، ولو حد بيقرب يعني عليهم أنا ما أقبل. ليش؟ لأن أنا عندي نمط من التفكير بحيث أنا أربي هذا الجيل، وأتمنى إن شاء الله أن يأتي من يأتي بعدي أن يستمر في هذا. وهذه التربية يمكن نحن وانا نلحق عليها، لأن هاي لا أطفال ونحن كبار في السن، لكن نحن نعمل نرضي ربنا. ما أقول أنا ما أقول ما يقوله الآخرون الذين يسيئون إلى مسؤوليتهم، أنا وما بعدي الطوفان، لا، أنا وما بعدي الخير، وهكذا يعني أترك يعني بعدي جيل متعلم متربي صحي محافظا عليه، وهو إن شاء الله سيكون يعني ثمرة هذا الجهد. ونحن لا نقلل من الشباب ومن الكبار، لكن هذا اللي جاي على مرحلة ثانية جاي بمنطق آخر. نحن لماذا نحن نعمل هذا؟ لماذا نحن قاعدين نعمل هذه المراكز هذه؟ لأن نحن في عالم وفي زمن رديء، هذا الزمن الرديء الرذيلة أسرع من الفضيلة، ولذلك نحن نحاول أن نكون نزرع في أبنائنا وفي بناتنا الخلق الجيد الخلق الحسن والنمط من الحياة والنمط والأسلوب من الحياة، يعني حتى إلى درجة أن برلمان الأطفال وبرلمان الشورى وشورى الأطفال وشورى هذه كلها تطور منطقية، وهو يتعلم يعني، هو يجي ويجلس مثل مكان ما تجلسون أنتم، بكرة بيجي ويجلس طبيعي، هو جاي شايف يوم صغير متعلم. هذا لما نعوده نحن على هذا، كل طفل يعني تعلمه في الصغر يكون عنده في الكبر عاده.